الأقل لوسع النقاش فيما ورد من تدخلات. وأشكر كثير من الإخوان الذين كانت تدخلاتهم عبارة عن إضافات وتوضيحات وتفصيل وتشخيص للوضع، يعني بدل من الاكتفاء بوضع الأسئلة، بالفعل الجمهور أيضا مسؤول عن تقديم الإجابات، فليست هي المنصة وحدها المعنية بتقديم كل الإجابات للأسئلة التي تطرح على الساحة. أبدأ من حيث انتهت الأسئلة ونتحدث عن دور النساء في استقطاب الخلف. وهذا السؤال بالفعل هو سؤال يطلب منا الكثير من التفكير والكثير من الجهد. كيف تتوفق النساء لاستقطاب من يخلفهن في هذا العمل؟ ومعظمنا كما ترون في فئة الكهول الماضيات نحو الشيوخ الشيخوخة. بالنسبة لهذا الموضوع لا يكفي أن نتكلم، لا يكفي أن نتحدث، لا يكفي أن نرسل بطاقات الدعوة للشابات أو للشباب لينخرطوا في الأحزاب. المطلوب أن يكون أداؤنا مغرياً، أن تكون له الجاذبية. لا بد أن نخلق الجاذبية للعمل السياسي، والجاذبية لا تكون بالقصائد الشعرية ولكن بالعمل في الميدان. لذلك قلت أن نساء تم استدعاؤهن من الشواطئ للاحتفال بفوزهن في الانتخابات التشريعية، وهذا أمر واقعي، يعني وقع في بلدنا هذا. المطلوب من النساء أن تراهن الشابات ويراهن الشباب وكل المواطنين في الدروب. المطلوب أن يرانا المواطن أمام المستشفيات نتفقد المرضى، أن يرانا في الأزقة نتفقد أوضاع الأحياء، أن يرانا في المنتديات المحلية والوطنية وكذا الدولية إن استطعنا لمناقشة ملفات لها أولوية لدى الشعب وليس الملفات المطربة وملفات الصالونات الفارغة. إذن بالنسبة لي هذه هي الطريقة لاستقطاب الشباب. كثيرا من المداخلات سواء من المنصة أو من الحضور الكريم حملت المسؤولية في تهميش المرأة، وأنا أطرح سؤالا للحضور الكريم خاصة للرجال، من منهم يؤمن بأن زوجته وابنته يمكنها أن تمارس السياسة بنفس الشروط المتوفرة للرجل؟ إن كان الجواب في هذه القاعة فقط يشكل 50% من الموافقين فأنا مستعدة لأن أبصم بالعشرة على تحميل الحكومة مسؤولية هذا العجز، عجز جعل المرأة في مستوى أو على قدم المساواة مع الرجل في ممارسة السياسة أو تحقيق المناصبة التي نسعى بواحد الألف مقصورة نمددوها عبر، إن لم نقل عبر العقول ما يتطلب منا الأمر ربما القرون. لماذا؟ لأن تهميش المرأة وإقصاء المرأة عن تدبير الشأن العام كان عبر قرون، وإرجاعها إلى المنصب الذي نتوخاه لها ونتغيره لها يتطلب منا صبرا وكدا وجهدا وتعبئة وتأطيرا من قبل كل مكونات المجتمع المدني، كل مكونات الدولة بما فيها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. هذا الكلام يلقاء العبء على الآخر
لم نقوله ونحن في المعارضة. كانت إشارة هناك إلى أن حزب العدالة حين كان في المعارضة كان يتحدث عن أمور والآن لم ينجزها. هذا الملف بالضبط ملف المرأة، أظن أن حزب العدالة والتنمية قطع فيه أشواطا كبيرة بإشراك المرأة، لأنه أتى بالمرأة من ميادين النضال، أتى بها من الجمعيات الحقوقية، من الجمعيات الاجتماعية والثقافية، ولم يأتي بنساء من بيوتاتهن أو من صالونات التجميل، أتى بهن وكن ممارسات للعمل النضالي على مستويات متعددة. ربما لم تتح الفرصة لكثير منهن للتواجد في عالم السياسة، ولكن كنا في جمعيات المجتمع المدني. طرح أيضا أمر الملف المطلب للنساء في الذي لم يفتح أو لم تفتح الحكومة حوارا معه. أنا كنظن أن حركة نسائية ماشي هي شي كائن اللي هي فوق المجتمع المدني، الحكومة فتح حوار مع المجتمع المدني، والحركة النسائية جزء من المجتمع المدني وقوة اقتراحية معترف لها عبر الدستور وعبر الواقع بحقها في أن تقترح، بحقها في أن توجد آليات وأن تقترح أجراء لمجموعة من القوانين ومجموعة من التشريعات. إحنا المجتمع المدني خصنا ندير الواجب ديالنا باش بالفعل الحكومة نمكنها من واحد المادة اللي هي جاهزة أو شبه جاهزة، تحتاج فقط لمصادقة من المجلس الحكومي أو من البرلمان. إذا هذا الكلام إذا كنا كنتكلموا بالفعل على المسؤولية، فمسؤولية تنفيذ الدستور هذا اللي جا في المداخلة الأولى هي مسؤولية الجميع. تنزيل لكي يتكلم بالفعل على أن التشريعات والقوانين هذا أمر مطلوب ولا بد، وقد أنجزنا منه جزءا غير يسير، ولكن المطلوب هو الاشتغال على الجانب الثقافي والجانب التربوي لتأهيل المجتمع في كل مكوناته لاستيعاب وهضم وتقبل وتشجيع المرأة لأداء دوره. إذا في ظني أن الأمر ما يمكنش يجي بين ليلة بين عشية وضحى، قد سبقنا إلى هذا الأمر الذين رفعوا شعار الحداثة، ومع ذلك وجود مقارنة مسطحية اللي كنشوفها، مقارنة وجود سبع نساء مقابل امرأة واحدة. ما رأيت الحكومة أو رئيس الحكومة حين تشكيل الحكومة قد رفع رشاشا وعصب في وجه الأحزاب لدحر النزول أو المد النسائي إلى الحكومة، هذا لم يحصل. بالعكس، تم اختيار كل المكونات أو على الأقل أعضاء الحكومة بالنسبة لحزب العدالة بالطريقة الديمقراطية التي ثبت للجميع أنها الطريقة الديمقراطية. أهلنا من أهلنا عبر آليات ومصادر تم إنجازها قبل هذه المرحلة، بحيث حققنا الدمقراطة المطلوبة التي توخيناها ونتوخى الآن أن تسري في المجتمع وفي الدولة كلها، ونتمنى أن تكون على الأقل على مستوى الدمقراطة الموجودة. إذا بالفعل حين نتحدث عن الرهانات المطلوبة فنحن نتحدث عن رهان العدالة الاجتماعية. لماذا؟ لأن المرأة هي الأكثر تضررا بفعل الثقافة السائدة، وليس بفعل ما سنته حكومة بن كيران الآن. بفعل الثقافة السائدة المرأة أكثر تضررا، سواء على المستوى الحقوقي أو على المستوى الحقوق، يعني إن شئنا أن نقول في التشريعات، أو على مستوى الوضعية المادية، لأن المرأة هي التي تعيش الهشاشة الحقيقية في المجتمع، والأسر التي تعيش المرأة هي الأسر الأكثر هشاشة، والأطفال الذين تسهر المرأة على تربيتهم وعلى إيوائهم وعلى إعالتهم هم الأطفال الأكثر تضررا.
اذا ما نتكلموش على حقوق الطفل ولا حقوق المراه وحنايا كنجرو تبعات ديال عقود بل تبعات قرون من التخلف. اذا الموضوع تقتضي امرا اخر، الموضوع تقتضي ان نفتح اوراشا كهذه وان يكون الحضور بدل العشرات ان يكون الحضور بالالاف مره اخرى او على الاقل عبر وسائط اخرى اكثر تمدنا واكثر حضاره. نلاحظ ان الان انها قد ادت بالفعل، كنشكر موقع الازمنه السياسيه اللي انجزها في يعني في هذا الواقع، ثم قد يثير بها ويسيطر بها ايضا في عالم النت حتى يصبح لها الاثر المطلوب. اذا مطلوب منا ان نطور وسائل الاستقرار، مطلوب منا ان نطور وسائل التعبئه، مطلوب منا ان نتعبأ، بل اكثر من هذا وقبل كل هذا مطلوب منا ان يكون لنا استعداد واراده حقيقيه بدل ان نرفع شعارات مناسباتيه. وربما في كثير من الاحيان نخدم او تخدم اجندات غير اجنده المشروع المجتمعي الحقيقي الذي نسعى الى بنائه. اذا هذه هي معظم، مشينا ان نقول معظم التعقيبات التي اود ان اطرح يعني ان اعقب بها حول مجموعه من المداخلات التي وردت. وبالتالي هنا كنرجعو كنقول شنو هو الجهد بالفعل ديال المجتمع المدني. كاين المجتمع المدني اللي يرقي باللائمه على حكومه الكيران، ولكن هل نجح المجتمع المدني في التعبئه بالفعل؟ وتمت الاشاره الى الجمعيات الوارده في يعني الجمعيات في المنطقه الشرقيه والى وضعيه المراه في المنطقه الشرقيه، الى نشاط منظمه او الى نشاط منتدى الزهراء الجمعيتين، لانها تكون جمعيتين اللي من خاطر الشبكه ديال منتدى الزهراء، حوار وجمعيه القوى والتنميه. ولكن انا كنعرف باللي المنطقه الشرقيه فيها اكثر من 6000 جمعيه، فيها اكثر من 6000 جمعيه، وهي الاقرب الى مباشره التاثير في المجتمع العميق. كنقول جمعيات رائده في التندرار، في الارصاد، في الجراده، في تودير، في بوشداف، في بركان، في هذا، في المنطقه الشرقيه كلها بقراها، حيث كاين اشكال ديال التعاونيات وديال هذا اللي بدات كتحظى هي بدورها بالتاطير وبالدعم من قبل الدوله يعني لتاهيل المراه واخراجها من وضعيه الهشاشه. هادشي كله ما يمكنش فقط نقزمو ونقولو لا، وجود امراه واحده في الحكومه هذا يترجم اندحار المشاركه السياسيه. لم يقدم اسم امراه وتم رفضه، وانما الذي قدم هو هذه النخبه من الوزراء الذين ترونهم الان من قبل الاحزاب المشاركه في الحكومه. تقريبا هذا هو التعقيب.